معركة الفردان، إحدى معارك حرب أكتوبر المجيدة عام 73، واندلعت في اليوم الثالث للحرب في شرق مدينة الإسماعيلية. قام فيها العميد حسن أبو سعد قائد الفرقة الثانية مشاة بالجيش الثاني بصد الهجوم المضاد الذي قام به لواء 190 مدرع الإسرائيلي، والذي انطلق نحو كبر الفردان من أجل الوصول إلى خط القناة، ولكن نجحت الدبابات والمدفعية المصرية في تدميره بالكامل، فضلاً عن أسر قائد إحدى كتائبه وهو العقيد عساف ياجوري.